وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض الدكتور عبد الله عساف، أستاذ الإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. مرحبا فيك دكتور، ونبدأ سؤالنا باستخدام قطر لأجهزتها الإعلامية في تغذية العنف والإرهاب والتطرف تجاه الدول الداعية لمكافحة الإرهاب. هل تحدثنا دكتور أكثر حول ذلك؟ نعم، مساء الخير. أنا أعتقد اليوم أنه قطر استخدمت هذه الوسائل بكفاءة تامة للتحريض والعنف. اليوم وسائل الإعلام تعمل بقوة أقوى من قوة الصواريخ والطائرات، فهي تخاطب الملايين من العقول. سعت قطر اليوم لاحتلال الشارع العربي منذ 20 عاما عبر منصاتها، وخصوصاً قناة الجزيرة، ثم أذرعتها الإعلامية، ثم منصات التواصل الإلكتروني. ساهمت في خروج الشارع، ساهمت في انفلات الأمن، ساهمت في حدوث اضطرابات أمنية، في خروجهم على الأنظمة الحاكمة. رأينا ما يحدث في ميدان رابعة، كانت تتحدث أنه الميدان يتسع لأربعة ملايين خرجوا في يناير 2011، ثم لما استتب الأمر للحكومة المصرية أصبح هذا الميدان يضيق ولا يتسع إلا ل400 ألف مؤيد في مصر. أيضا للأسف الخطاب التحريضي والداعي للكراهية تسلل حتى إلى نشرات الأخبار. لم تسلم هذه النشرات، أصبحت تبث سمومها بين طيات الأخبار، لم تفصل بين الرأي والخبر. هناك مسؤولية أخلاقية، دائما يقال أن الخبر مسؤول وليس حر، يجب أن تنقل الخبر كما هو، لكن وسائل الإعلام القطرية للأسف لم تعمل بهذه القاعدة الإعلامية، وخلطت بين الرأي والخبر، وبدأت تحاول تلبس على المتلقي حقيقة الوضع. لم تتحدث عن الأسباب الداعية لهذه الأحداث، ولكنها ركزت على أحداث جزئية معينة، استكتبت بعض الكتاب، أحضرت بعض الضيوف الذين يتمهون مع الجزيرة وينطقون بلسانها ويتحدثون باسمها. نعم. حاولت تجيش الشارع العربي اليوم للخروج على حكوماته، توصلت إلى عدد من المنبوذين والمطاردين دوليا، سواء في العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان، قدمتهم على أنهم هذه النماذج الحية الذي يحتذى بها. وبالتالي اليوم هذه القنوات على وسائل أو على وزراء الإعلام في العالم العربي اليوم مواصلت العمل لكف شرورها عن العالم، لأن هذه تبث السموم اليوم وتحتل العقل العربي. اليوم فعلا بدأت تفقد قناة الجزيرة مصداقيتها الكثيرة، لكن ما يزال أمامنا مشوار طويل. هي عملت لمدة 22 عام، نعم نحن دكتور. اليوم لم نعمل إلا لمدة شهرين. تفضل. كما شاهدنا في التقرير السابق المستوى المنحدر من الخطاب الإعلامي في صحيفة الشرق على سبيل المثال، كيف ترون تأثير ذلك على الشعب القطري الشقيق والذي يرفض الإساءة لأشقائه؟ لا شك، أنا أعتقد أنه هذه ليست من أخلاق الشعب القطري. الشعب القطري شعب عربي أصيل خليجي، هو امتداد لنا، وبالتالي هو يرفض مثل هذه الممارسات. لم يسلم أحد من بذاءات الإعلام القطري. هيئة كبار العلماء التي هي تعتبر المرجعية الإسلامية للعالم الإسلامي في المملكة العربية السعودية طالتها نيران الإعلام القطري، لم تسلم من الإساءة لها. قطر أيضا أساءت إلى جوارها وإلى عمقها الخليجي، أساءت إلى البحرين، أساءت إلى المملكة. وزير البحرين تحدث كثيرا الأستاذ محمد الرميحي بأن هناك علي بن محمد الرميحي، أن هناك قنوات وسائل إعلامية، علي الرميحي، أن هناك قنوات ووسائل إعلام خرجت من المنطقة تبث الفتنة والتطرف، وتستخدم الأسلوب الذي لم نعهده في إعلامنا العربي. كان في إعلام الستينيات كان موجود، اليوم إعلام الكذب والتزوير والخداع واستخدام ألفاظ لم يعهدها اليوم المواطن الخليجي ولم يتربى عليها. للأسف اليوم الإعلام القطري هو إعلام وافد غريب، استطاع أن يوظف هذا الإعلام لمكاسبه الشخصية والخاصة. نعم، من الرياض كان معنا الدكتور عبد الله العساف، أستاذ الإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. شكرا جزيلا لك.